اهلا وسهلا بكم جميعا، باسمي توني مرعشلي وباسم كل العاملين في المكتب الفني للتجاره بيسرنا ان احنا نقدم لكم الجهاز الجديد من رولاند EA7 كيبورد، سمارت كيبورد. هقول باختصار الحاجات اللي موجوده فيه. احنا هنشرح بتفاصيل على كل حاجه موجوده فيه قريب، بس انا بقول لكم على حاجات بسيطه. الاي اي 7 جهاز في سامبلينج ريكوردينج على دايركت على اليو اس بي، باتنز كتيره جدا، زراير علشان ما نخشش جوه المنيوز، نسهل على اليوزر استعمال كل حاجه. كل الباتنز دي بقى عليها ليد علشان اي كان مستوى الاضاءه كله يبقى قدامنا واضح. عندنا انالوج ميكس، ممكن ميكس دايركت اون ستيج. عندنا فيتشرز كتيره جدا هنتكلم عليها برضو بالتفاصيل. بقى عندنا سهوله التنقل بين الاصوات، عندنا ثلاثه ابر وان لور، ممكن ننقل بينهم بسهوله ونغيرهم بسهوله اكتر. فيفوريتس لاكثر من 50 صوت ممكن يكونوا قدامنا، بالاضافه لليوزر بروجرام اللي موجودين قدامنا برضو باضاءه، يبقى سهل ان احنا نوصل لاي حاجه نعمل سيف، اي نوع من انواع التحضيرات والايديتنج اللي عملناها ممكن نعملها سيف، بالاضافه لل 50 صوت الفيفوريتس. وارجع افكركم بالسامبلينج. بقى عندنا بالاضافه للسيكا والميموري بتاع الربع تون والكوارتر تون، بقى عندنا بادز، البادز دي اوديو وميدي، بالاضافه لسبعه نيو اساينبل بادز، دي ممكن نخصصها لفانكشنز كتيره جدا هتساعدنا. كل ده هنشرح عليه بالتفصيل قريبا ان شاء الله، استنونا. على سبيل المثال البيتش ويل نفسها اتغيرت، البيتش باند بقت في فانكشنز كتيره جدا نقدر نستعملها غير انها تبقى ويل واب وداون. فعلا في فيتشرز كتيره جدا تستاهل ان احنا نقف عندها ونتكلم عليها. قريب جدا استنونا، الكيبورد هيبقى معانا، هنشرح كل حاجه بالتفصيل. EA7 رولاند.
Goodbye.